انت بعتهولي كله صح، هو كان فيه بس سؤال غلط، وفي صفحة والله انا مش شايفة خالص الحاجة، فعشان كده ما عرفتش اصححها. لا، ما سؤال هو بس. انا في صورة بعتها كذا مرة عشان ما كانتش واضحة معايا. والله انت بعتها كذا مرة. هي نفس الصورة حضرتك صححتيها، اللي هي دي الثانية. لا هي شفتها تمام تحت، ماشي، هي يعني مش واضحة قوي برضو بس تمام. السؤال بس اللي معاك غلط، اللي هو لما يجي يقولك متوسط المثلث يقسم سطحه إلى إيه؟ أنت كاتب متوازي في المساحة. يهاجي يشوف الزبالة، شكل الزبالة، خليه يشوف ولاده الزبالة. ما قولش متوازي أصلا، مفيش كلمة متوازي دي. هو بيقسمه إلى مثلثين، مثلثين مالهم؟ مثلثين متساويين. متساويين في المساحة. أنت كاتب بقى متوازي في المساحة، خلاص كده. فهي دي عم. طب نراجع كده بس القوانين بسرعة. مساحة المثلث بتساوي نص طول معين. نص إيه؟ المثلث. احنا خدنا مثلث وخدنا المعين وخدنا المربع أول حاجة بس. طب ماشي، نبدأ بالمربع. مساحة المربع بتساوي إيه؟ لا، مساحة المربع لي هو دي قانونين. قانونين، أو قانون النص مربع طول قطره، ثاني قانون طول الضلع في نفسه. ماشي، هو ادي السؤال اهو، نص مربع طول قطره، يعني نص في القطر في القطر. طب كان في أيوة. سؤال جاي في الامتحان مديك المساحة وعايز القطر، عملت فيه ايه ده؟ يعني تعالى كده نحله هنا، انا جايبه لك واحد زي. تعالى كده نشوف الاول هنا. مساحة المربع ايه القانون الاولاني يقوله كده؟ مساحة المربع نص مربع طول قطره او طول الضلع في ايه؟ والضلع في نفسه. طب هنا بيقولك طول ضلعه 6، يبقى مساحته طول الضلع في نفسه يبقى 12. مش 12، شوف حرام اللي قاعد له. مش هنقول 6 في 6. 6 في 6. 6 في 6 مش في 2. طيب 6 في 6، 6 في 6 ب 41. 6 ستة في ب 6 ستة لا 6 في 6 بكام؟ 35. 36. 36 36 36. طب لو أنا بقى عكست سؤال وقلت لك مربع مساحته 18، مربع بلاش 16 دي، أنا عايزة هنا مربع مساحته 18 سنتيمتر مربع، عايزة قطره، هتجيب لي القطر ازاي؟ هنقسمها على اثنين، هناخد نصه. ناخد نص ال 18 وبعدين بالنسبة لأولى ايوه، ما هو عاوز طول قطره. غلط يا حبيبي. ما انت حللها ازاي في الامتحان؟ طب تعالى بقى معايا، غلط. ولما يديني مساحة المربع أنا بعمل إيه يا أحمد؟ قلنا بنضرب المساحة في 2 الأول، وبنعمل إيه؟ وبعدين نجيب جذر، صح كده؟ نضرب المساحة في 2 وبعدين نجيب جذرها. طب تعالى ماشي، بص أنا عايزة أخلص النهاردة وبكرة الهندسة، فإحنا عندنا المساقط وتحديد نوع المثلث، فاضل لنا درسين، تمام؟ أنا لازم أحل النهاردة على عكس فيثاغورس وعلى التشابه. أنت عامل فيهم إيه؟ لا كويس، عايش في ظهور عكس والتشابه. فيثاغورس النهاردة معانا في المساقط، عكس فيثاغورس معانا النهاردة، فأنا لازم أبقى عارفة عكس فيثاغورس عشان أعرف أحل النهاردة، لازم أبقى عارفة نظرية فيثاغورس عشان أعرف أحل النهاردة، عشان أعرف أقدر أحل في المساقط وتحديد نوع المثلث. فتعالى الأول نراجع كده، أنت قلت المربع نص مربع طول القطر، والمعين القانون بتاعه المعين لقانونين، طول الضلع في الارتفاع ونص القطر في القطر. ماشي، شبه المنحرف.
شبه المنحرف ايه؟ شبه المنحرف مساحة القاعدة المتوسطة في الارتفاع، وواحد تاني نص مسموع القاعدة التانية في الارتفاع. تمام كده. طب تعالى كده نحل كام سؤال بس كده، انا جايبهم لك بصوت بسرعة. اول سؤال اهو بيقول لك معين طول قطري 6 سنتي و10 سنتي، عايز مساحته، فتعمل ايه هنا؟ نعمل ايه في ده؟ معين طول قطري 6 سنتي و10 سنتي، هنعمل ايه؟ بسرعة. احمد معايا؟ الو، أيوة، يلا هنعمل ايه؟ قول القانون على طول. المعين طول الضلع في الارتفاع، لا هنا مش مديك ضلع، هنا مديك قطرين. قطرين نص قطر في قطر، يعني نص الست ضلع 3 في 10 30. برافو عليك، صح. اول سؤال صح. السؤال اللي بعده فضل بيقول لك الشبشب. ألف ب ج ده المتوازي أضلاع، يديك متوازي أهو. ثواني بس، ألف ب ج د، ومديك ألف ب70 وعايز ب اللي قصادها، عايز ب قصدي اللي جنبها، ب هتبقى بكام؟ دي تراكمي بتاع أولى إعدادي، كنا بناخد في أولى إعدادي السنة اللي فاتت الزاويتين المتتاليتين مالهم؟ متوازي الأضلاع. متساويتين. لا مش متساويتين، الزاويتين المتقابلتين هما المتساويتين، يعني أ بتساوي ج، يعني لو عايز ج هقول له ج ب70 عادي، أما هنا هو عايز ب، ب هنا جنب أ ولا في وش أ؟ فوش شايف لا مش في وشها، اللي في وشها يا أحمد بتبقى كده، جيم به إيه؟ أنا بقول لك أ ب. طب الزاويتين المتتاليتين بكام؟ بيجي جيم طب ألف بس كل زاويتين بيجي. ما أنا متتاليتين، ممكن أقول ثواني قول بس، لو قلنا ألف بيكون 70 و70، تمام؟ هنقول ماشي. محمد 70 و70، تمام؟ 70 زائد 70 ب 140، ماشي ناقص 140، 180 بيفضل 40. هنقسم ال ليه 40 ليه على، ليه ليه ليه؟ بص انت فكرتك حلوه برضو، فكرتك حلوه، بس مشكلتك ان انت طرحت 180، ده شكل رباعي يعني. الرباعي بنطرح من كام؟ ها؟ ممكن الرباعي بنطرح من كام بقى اهو؟ ما انا كتبت لك اهو شكل الرباعي بنطرح من كام؟ 160، تمام. ده المثلث هو يعني اللي بنطرح 180. 140 ناقص 360 220، 220 110 110، يبقى 190 110. بص الإجابة صح، تمام كده، هي الطريقة بس هي غلط، تمام. هو المفروض إن أنا باخد المتوازي الأضلاع، أنا عندي ألف هنا ب70 عايزة ب، أنا خلاص هبقى عارفة إن الزاويتين المتتاليتين مجموعهم 180 على طول، يعني هنا جايب لك ألف ب70 وعايز ب، ب هنا جنبها، يبقى اطرح 180 ناقص 70 على طول، اتفقنا؟ ماشي، بس أنا هحسبها لك صح طالما كده كده أنت جايبها صح. يلا السؤال اللي بعده، شبه منحرف طول قاعدتين متوازيتين 6 و8، عايز القاعدة المتوسطة. القاعدة المتوسطة اللي هي نص القانون بتاع شبه المنحرف اللي هو ايه؟ نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. مفيش بقى في الارتفاع بقى، خلاص انا عايزة هنا القاعدة المتوسطة بس. مساحة القاعدة المتوسطة في الارتفاع. ماشي، القاعدة المتوسطة اللي هي ايه بقى؟ اللي انت لسه قايله من شوية. أيوه، القاعدة المتوسطة، هو عاوز القاعدة المتوسطة. ماشي، ومديك قاعدتين اهو، مديك قاعدتين، ايه القانون بقى بتاع القاعدتين؟ بص، مشروع قاعدتين في الارتفاع. مفيش في الارتفاع، مفيش في الارتفاع، انا عم اقول لك مفيش في الارتفاع، مفيش هنا ارتفاع، مش عايز مساحة عشان اقوله في الارتفاع،
هو عايز قاعدة متوسطة، قاعدة متوسطة اللي هو الجزء الأولاني بس من القانون، اللي هو نص مجموع مين؟ القطين. القاعدتين. ما اقولش بقى في الارتفاع ليه؟ عشان هو مش طالب مني اصلا مساحة، هو عايز القاعدة المتوسطة بس. يلا عوض بقى، هيبقى بكام؟ يبقى 6 زائد 8 ب 14، نص ال 14 7. برافو عليك، صح. يلا السؤال اللي بعده، مديك محيط مربع 20 عايز مساحته، خلي بالك مديك محيطه، لازم اجيب الضلع الاول. عشرين مربع اهو، مربع كله ب20، انا عايز اجيب ضلعه عشان اجيب مساحته. 20، يبقى كله طلع منه بخمسة. ايش خمسة؟ عايزة بقى المساحة. المساحة احنا جبنا ايه؟ الضلع، يبقى الضلع في نفسه يبقى كام؟ بعشرة. طب اضرب كده الدنيا في نفسه، مفيش 10 اصلا، ركز تضرب مش شوية. أكتر بخمسة. خمسة 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 وعشرين. على فكرة انت ممكن تحل صح بس تيجي تجاوب الإجابة غلط، يعني اللي انت بتقوله صح، يعني انت مرة واحدة بتقول 5 في 5 ب10، ايه ده؟ نركز يا احمد، واحنا بنحل الامتحان، انت امتحانك الشهر ده اخر شهر 4 صح؟ يوم اه 28 4. طيب عايزين نركز بقى عشان نمسك الامتحانات نخلص. يلا السؤال اللي بعده، مساحة المثلث بتساوي نقط مساحة المتوازي، بتساوي المتوازي ولا نصف ولا ضعف ولا ربع؟ نص نصف. برافو صح. يلا هنا مديك فيه تشابه اهو، وطلب منك الشكل. بيه جيم. عشان اقدر اجيب اي حاجة لازم اعمل ايه؟ النسب الاول. جيم دول كام على كام؟ دول هنقول ألف على سين. ألف على سين. لا، ألف سين على ألف ب. ابدأ من ألف ب. ماشي، تمام. ألف ب. ألف على ألف سين، ماشي، بعد كده وجيم على سين صاد، ب ج على سين صاد. وألف جيم على ألف صاد. يلا نعوض. نعوض، هنقول ألف ب، وهنشوف. عندك ألف ب؟ ألف ب ب 12، 12. ألف سين عندك؟ ألف سين، ألف سين ب6، 6. ب جيم؟ ب جيم، ب جيم مش موجودة، هنكتب ب جيم. يبقى اكتبها، هي دي اصلا اللي هو عايزها. على سين صاد بكام؟ سين صوت ب7. يلا عايزه بقى ب ج، هتقول ايه؟ هنضرب بعض ونقسم على التالت. طب هتقسم مين في، هتضرب مين في مين؟ هنقول 12 في 7 على الستة. برافو عليك صح، شاطر كده، انت فاهم التشابه. يبقى قول 12 في 7 12 في 7 ب 84. 84، 84 على الستة 14. 14. برافو عليك صح، عرفنا الطريقة بنجيبها ازاي، يبقى 14 إجابة صحيحة. يلا السؤال اللي بعد، مربع مساحته، ده اللي أنا سألته أول الحصة وأنت معرفتوش، يديك المساحة ب32 وعايز القطر، مع إنك حلو في الامتحان صح. اللي هو القانون الأول، نص مربع طول القطر. ماشي، هنا مديني بقى المساحة وعايز القطر، هعمل ايه؟ المساحة والقطر 32، يبقى هضرب 32 في 2. برافو عليك صح كده، 32 في 2 بكام؟ 32، 64. 64. طب بعد ما اجيبها هنقسم مربع، يبقى هنقسم على 4. اقسم اللي انت عامله، ايه؟
كام يا احمد؟ 14 16 16 غلط. ماشي غلط 16 كده، عندك سؤال غلط. ليه بقى غلط يا ميس؟ هو انت اول خطوة عملتها صح، المساحة اضربها في 2 تلعب ب 64. انا عايزة القطر، كأني بقول لك كام في كام بيديك 64، كأني بقول اجيب جذر ال 64. جزء ال 64 جذر ال 64 كام؟ ال 64 8 بس خلصت، يبقى هنا 8. كده عندك واحدة غلط. يلا السؤال اللي بعده، وبيجي على فكرة خلي بالك المربع ده بيجي كتير. تمام. ماشي اللي بعده، ابدأ شبه كده منحرف، شبه نديك المحارب مثال شبه منحرف ب 40 وقاعدة المتوسطة ب 10، عايز ارتفاع. مديك المساحة ومديك القاعدة وعايز الارتفاع، هنعمل هو عاوز الارتفاع ومديني المتوسط. مديك لا القاعدة ومديك عاوز المساحة، الارتفاع نعمل ايه؟ ده هناخد نص القانون بس مش هو هنقول لو انت عايز المساحة، المساحة بتساوي ايه؟ مساحة شبه المنحرف بتساوي ايه؟ المساحة مساحة القاعدة المتوسطة من الارتفاع طيب ادي القاعدة اهي 10، المفروض في الارتفاع كام عشان يديك 40؟ بس وأربعة بس خلص، جبنا 7 من 8. مش طلع كشكولك بقى، طلع أيوة. كشكولك، ثواني بس اصور ده. راح الحلال، شو هذا اللي فوق؟ كم الموضوع؟ هتروحي لو طلعت طلع كشكولك، طيب تمام هتنقل لي الرسمتين دول عشان هتحلهم بعد الحصة، ولا تمام ابعتهم لك على الواتساب؟ هما وصفة دي ولا ليه فين بقى بالظبط؟ غسلت؟ لحد لحد واحدة على عكس في صغر، واحدة على التشابه، وعايزة إجابة في السؤالين دول. مش هخليك بعد كده تطلع امتحان ولا أقول لك صفحة إيه. هي أبعتهم لك ماشي على الواتساب؟ تمام ماشي خلاص أوكي. بص بقى يا عم، الجديد بقى بتاعنا بقى النهاردة إيه؟ اسمه المساقط. اسمه الإيه؟ مصاب إيه هي بقى المساقط؟ يعني إيه مسقط قطعة مستقيمة؟ يعني مثلا نفترض يا أحمد، مثلا أنا عندي مثلا عمود أو قطعة مثلا مستقيمة، يعني دلوقتي أنا هاخد مسقط أول حاجة نقطة على مستقيم، ده اسمه مستقيم اهو، انا رسم لك مستقيم، اتفقنا؟ وفي نقطه اهي، نقطه بره اهي، فانا عايزه المسقط بتاعها، يعني انا عايزه النقطه دي لما تقع على المستقيم ده، دي كلمه المسقط، هو العمود اللي بينزل من النقطه دي. يبقى ايه هو المسقط؟ هو العمود المرسوم من النقطه دي وينزل على مين؟ على المستقيم اهو. يبقى مسقط نقطه هنا، طلع ايه؟ طلع نقطه هنا، نزل هنا اهو، يبقى هنا كان الف، يبقى هنا يبقى الف شرط. يبقى أول حاجة مسقط نقطة هينزل نقطة زي ما هو، اتفقنا كده؟ معايا؟ تمام طيب دي مسقط نقطة. طب لو جت قطعة، يعني أدي مستقيم أهو، رسمت لك قطعة هنا اسمها ألف ب، تعرف تقول لي هتنزل فين؟ هتنزل ألف تعرف شرطة تعلمني وبشرطة عليها؟ مش تعرف تعلمني عليها فين بالظبط؟ على المستقيم ده، على ب اه على ألف المستقيم. برافو صح، ثانية يبقى الف هتبقى هنا وب. تنزل ثانية حلو برافو عليك. برافو وبص يا احمد، لازم انزل بنقط كده عليها، هتبقى شرطه وب شرطه.
يبقى مسقط قطعة بقى قطعة ولا بقى نقطة؟ بقى قطعة. يبقى مسقط قطعة مستقيمة على مستقيم برضو ماله، بيبقى عبارة عن قطعة. باخد دي اسمها ألف ب، هنا هسميها ألف شرطة ب شرطة. طيب بيجي يقول لك بقى مسقط قطعة عمودية، يعني ايه؟ ادي اهو مستقيم اهو، رحت انا رسم لك قطعة كده، ادي ألف ب. هينزل ازاي يا احمد؟ هينزل كده، بس هينزل بقى بمستقيم ولا يبقى نقطة بس؟ معلش تاني بس تاني تاني تاني، احنا قلنا ادي اهو ده مستقيم، لو نقطة اهي، هينزل نقطة ولا هينزل قطعة؟ ها؟ نزل اهو مستقيم العمودي اهو، ألف بقت ألف ايه؟ ألف شرطة طيب لو جيت رسمت لك كده ألف ب، دي اسمها قطعة، لما تيجي تنزل هتنزل برضو قطعة أهي، تبقى اسمها ألف شرطة ب شرطة، ده المسقط بتاعها. فيها مشكلة؟ لا لا خلاص كده. وبيقول لك إيه بقى؟ إن طول ألف ب ده بيبقى أقل من طول ألف شرطة ب شرطة، يعني أقل من المسقط. طيب لو أنا جيت بقى رسمت لك مستقيم كده ورحت راسمه لك قطعة عمودية، دي قطعة كده واقفة، هتنزل ازاي يا أحمد؟ عايز أنزلها على المستقيم، هتنزلها ازاي؟ تنزل نقطة ونقطة نقطة كده هنزلها كده نقطة ونقطة كده؟ تنزل نقطة ونقطة لا أو لما ممكن لا، طب هي النقطة دي كده على المستقيم ولا بره المستقيم اللي أنت عملتها؟ عندك بسرعة. لا كده بره المستقيم تحت المستقيم يبقى ما هنا ينفعش، لا ما ينفعش، انا لازم النقطة تبقى على المستقيم ده يا احمد. نعمل لي كده على المستقيم بقلم ازرق، أي أهو نعمل لي عليه، يبقى لازم تنزل على ده. فلما اجي انزل انا هنزل من ب لألف اهو، اوصل لألف او مكمله، هتيجي هنا، هتيجي هنا اسمها ألف شرط كده. نزلت نقطة ولا قطعة؟ قطع برضو لا فين القطعة؟ ما هي تاني بس اهي. احنا هنا عملنا في المنطقة دي لا هنا سيبك من عملنا المنطقة دي، لا ده العمود، ده العمود ماليش دعوة بيه، أنا أهم حاجة نزلت على الخط ده، إيه؟ على الخط ده هنا كتبت ألف ولا كتبت ألف ب؟ زي مثلا هنا لما كانت دي ألف أنا نزلت هنا ألف شرط، فدي ألف بس. طب لما كانت كده ألف وب، انا نزلت هنا الف ونزلت هنا ب، نزلت هنا نقطتين بقت قطعه اهي، دي كده قطعه. خلاص السؤال في الحته دي بيجي ازاي؟ بتيجي الحته دي اللي بتيجي في الامتحان اختيارات، يجي يقول لك مسقط قطعه مستقيمه عموديه، مسقط قطعه مستقيمه ايه عموديه على مستقيم معلوم هو نقط، تقوم قايل له هو ايه نعم نقطه، هو ايه عباره عن نقطه، عباره عن ايه نقطه. طب يجي يقول لك طول مسقط أي قطعة مستقيمة، طول مسقط أي قطعة مستقيمة ماله بيبقى أصغر من أو يساوي، بتختار العلامة دي، أصغر من أو يساوي طول القطعة الأصلية، يبقى القطعة الأصلية بتبقى هي أكبر من، يبقى القطعة بتبقى أكبر من أو يساوي المسقط. اتفقنا؟ ماشي يا أحمد؟ تمام طيب طب تعالى ثانية نشوف هسأل سؤال اسئله لسه، تعالى نحل عليها، تعالى الاول نحل الاول على الحته دي، يعني لما اجي اقول لك هنا مسقط الف ماشي جيم، فين الف جيم؟ شاور لي كده على الف جيم بالشكل ده. بس هو دلوقتي لو عندنا خط اهو ماشي وقلنا هنا ألف عمود كده ب ألف ماشي، تمام لما تنزل هتنزل كده اهي هتنزل ده من تحت. ولا خط لا ما ينفعش انزل به كده، لازم تبقى عمود، فعمود يبقى نازل موازية للخط، لازم تبقى عمود يا احمد، عمود يعني وقف، فهتنزل هنا هتبقى هنا، فتبقى على المستقيم عبارة عن نقطة بس. فهمنا كده؟ بص لما اجي افهمها لك، بص ثواني كده أهو الغي ده، بص انا عندي مثلث اهو يا احمد، وادي اهو ده نزلت ده عمود، لما اجي اقول لك ادي الف د
ب ج. لما اجي اقول لك مسقط الف دال على ب ج، مسقط الف دال على ب ج، فين الف دال؟ اهو ده كده عمود على ب ج، نزل في مين يا احمد؟ الف بجيم دال في مين؟ بجيم انا عايزه بقى النقطه اللي تقابل معاها في ب ج، ايه هي النقطه؟ اهو ادي الف دال وب ج، ده كده مستقيم اهو، عمودي اهو كده، قطعه مستقيمه عموديه على ده، يبقى اتقابلوا فين؟ في دال اللي هي بس النقطة دي. هنا دال، يبقى هنا النقطة دال. تاني اهي رسمت لك كده، الف دي عمود واو ب جيم. على بعض لما ايه؟ اقول لك مسقط الف واو على ب جيم يبقى تقول لي مين؟ واو واو. خلاص كده فهمتها؟ صح صح يا احمد. بص بقى الحتة التانية ايه بقى، لما اجي اقول لك مسقط، اجي هنا واو اهي، اجي اقول بقى مسقط الف ب على ب ج، فين الف ب؟ اهي الف ب على ب ج، باخد الحته الصغيره اللي طالعه ما بينهم يا احمد، يعني ادي الف ب ودي ب ج، ادي الف ب ودي ب ج، في حته طالعه عموديه هنا اهي اللي هي اسمها ب ايه؟ ليه الحتة دي؟ اه اللي هي دي، مين القطعه العموديه اللي نازله من الف ب؟ به به ايه بقى؟ بتكملها به ايه؟ بهدال بس كده به ده تاني اهو، ادي الف ب ج، ادي هنا ب، هاجي اقول لك مسقط الف ب على ب ج، ادي الف ب اهو على ب ج، يبقى تختار مين؟ مسقط الف ب على ب ج كلها، هتختار مين؟ برافو عليك، اسمها ايه بقى؟ ايه ب ب د، برافو عليك دال برافو عليك. طب لو نفس الشكل اهو يا احمد، ادي الف ب ج وادي هنا د اهي في النص، رحت قايله لك بقى مسقط الف ج على ب ج، لا تبقى انا بدأت هنا من الف ج، برافو عليك، الجيم يبقى ج ايه؟ بص بقى القوانين بقى بتاعت المساقط بتاعت اوكليد، اولا لازم نفتكر الاول نظريه فيثاغورس، نظريه فيثاغورس لو انا عايزه وتر بنعمل ايه؟ نجمع ولا نطرح؟ نظرية الغص لو عاوز وتر نجمع يعني انا عايزه هنا الف جيم، هنا الف جيم اشوف قدام الزاويه القايمه ولا جنبها؟ قدامها يبقى هنا نجمع، هتجمع كام زائد كام؟ 6 زائد 8 بس مش ستة، بس لازم أقول ستة أس كام؟ ليه؟ ستة أس، ما أقولش ستة بس، لازم أقول ستة أس كام؟ 4 6 2 ستة أس اتنين زائد تمانية أس اتنين، لازم أقول أس اتنين يا أحمد، الرقم اللي يطلع يطلع 100، أجيب جذر 110، دي كانت نظرية فيثاغورس، اتفقنا؟ تعالى بقى ناخد إقليدس، إقليدس قوانين، معاك كشكول؟ طب يلا ارسم لي الرسمة دي، ارسم لي مثلث اهو، وادي نازل منه، دي عمودي، ادي الف ب ج وهنا في د، ارسم لي الرسمة دي يا احمد، رسمتها؟ ثانية أيش طيب بص يا احمد بقى، نظريه اوكليدس بقى بتقول لي ايه؟ هو الاول فيثاغورس كانت بتقول لي مساحه المربع المنشا على الوتر بتساوي مجموع مساحتي المربعين المنشئين على ضلعين القائمه، هنا بقى في نظريه فيثاغورس بيقول لك مساحه المربع المنشا على احد ضلعين القائمه في المثلث القائم،
يعني لما اجي اجيب مثلا الف ب، اجي اجيب ده الف ج، طب ايه بقى؟ ايه رز اقليدس. اقليدس؟ انا كنت بقى بقول لك الاول نظريه فيثاغورس كانت بتقول لي ايه، مساحه المربع المنشا على الوتر بتساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على ضلعي القائم. طب نيجي هنا بقى للاقليدس كانت بتساوي ايه، بيقول لي مساحه المربع المنشأ بقى على احد ضلعي القائمه، يعني مثلا لو انا عايز الف ب او لو عايز الف ج، بيقول لي بقى بيساوي مساحه المستطيله الذي بعدها ايه، بقول المسقط في الوتر كله، يبقى باخد المسقط في الوتر او طول الوتر كله. طب يعني ايه مس الكلام ده؟ يعني دلوقتي انا عايز اجيب الف ب يا احمد، ادي الف ب اس 2، اولا لازم اقول كلمه مربع يعني اس 2 بتساوي ادي الف ب، مين اللي مسقط اللي طالع من الف ب اهو، مين المسقط اللي طالع منه اسمه ب ايه؟ اللي طالع من ب من ألف ب تبقى دال. ب د، ما اقولش د او اسمها ب ب د، دال معلش. بقول ب د في الوتر كله اللي هي كلها القاعدة كلها اسمها ايه؟ القاعدة كلها في ب جيم. بس كده يبقى دي اول واحد. تاني انا لو عايز اجيب الف ب يبقى اقول له الف ب لازم اقول اس 2 بتساوي، هتساوي مين؟ اه دي في كله، يبقى ب د في ب ج، ده اول قانون معانا يا احمد. طب تاني قانون، انا كده انا جبت الف ب، طب لو انا عايز اجيب الف ج يبقى اقول له الف ج اس 2 برضه بتساوي الف ألف ج بقى طول بقى مين؟ هقول بتشوف. د جيم دال في برافو عليك، جيم ب. برافو عليك صح. طب يلا نكتبهم عندك، يلا اكتب لي اول قانون، قول لي الف ب اس 2 بيساوي، احنا هنحفظ القانون ماشي. تمام، لو انا حفظت خلاص ألف ب اس أس 2 كل تربيع يساوي بيساوي ب ايه؟ ب دال في ب جيم. برافو عليك، ده اول قانون صح. يلا عايزين نكتب الف ج بقى اس 2. طب ما هو لا الف ج غير الف ب، مش هو هو، انت هنا لما تاخد ب د غير لما تاخد د ج، تمام. دي هتبقى مثلا ب 9 ودي ب 3، ازاي هو هو؟ أوي ده جي ليه قانون وده ليه قانون. الف ج بقى اكتب لي قانون الف ج اس 2 بيساوي، ألف جي أس اتنين لكل تربيع في جيم ده ألف جيم ب. جيم ب، برافو. اهم حاجه المسقط في القاعده، المسقط في القاعده، اتفقنا كده؟ سهل ولا صعب؟ طب بيجي يطلب مني بقى عايز الف د، الف د بقول ايه بقى، هساوي دي في دي على طول، يبقى ماليش دعوه بالوتر كله، لا انا هاخد مين عشان هنا مسقط قطعه مستقيمه على المستقيم بيتقابلوا في النقطه د، يبقى انا هقسمها دي في دي، يبقى اقول ب د في د ج، يبقى هتقول مين في مين، الف د اس 2 بيساوي ايه؟ ألف دال بتساوي ألف دال أس 2، لازم أقول ألف دال أس 2 ماشي، تربيع يساوي مين في مين؟ د ب ب دال في ب لا مش دال في ب، اسمها ب دال في دال ج. بص يا أحمد، بتاخد الحتة دي والحتة دي، دي لوحدها اسمها ب إيه؟ دال ب دال في الحتة التانية جندال ده الايه، بالجيم. ده الجيم. خلاص يلا كتبت القانون، يبقى الف د اس 2 بيساوي بيساوي ايه؟ دال بكل تربيع يساوي ألف دال تساوي ب دال في جي دال جي. ب د في د ج، يبقى ب د في د ج، ده قانون بتاع الف د. بيقول لك ان الف د ليها قانون تاني، ايه هو؟ بيقول لك ممكن اجيب الف د بيساوي اشد شرط الكسر كده، بتساوي ايه بقى، ده في ده على ده كله،
يبقى بتساوي مين؟ ألف مين؟ بتساوي ألف ب في ألف ج على ب ج. بس كده، ألف ب ألف جيم على ب جيم كلها. ده قانون تاني تمام. ممكن نستخدمه. خلاص نكتبه. صالح ألف دال كل تربيع يساوي لا هنا ما فيش الكل تربيع، في دي ما فيهاش. طالما هتاخد هنا دي العين القائمة على الوتر كله، يبقى هنا ما فيهاش أس اتنين، يبقى ألف دال بس بيساوي ألف ب ألف جيم على ب جيم. تمام. خلاص كده. طيب ارسم لي، افتح لي صفحة تاني وارسم لي الرسمة دي، صفحة تانية قدامي، تمام. صفحة فاضية. ماشي. إيه لا أربعة مادة فنية على عشرة أربعة. رسمتها خلاص. ثانية رسمتها في كشكول. أول لما تخلص الرسمة قول لي. ماشي. خلاص يا أحمد. ايوه خلاص. بص بقى، اكتب لي هنا ان دي ب 16 سنتي تحتها، ودي ب 9 سنتي. شوف كده. 16 ودي ب 9. اوكي. خلاص كده. بص، اول حاجه يا احمد تعملها في الاسئله دي، اول لما تيجي تحل اول حاجه تجيبها تجيب ب ج كلها. يبقى اول خطوه تجيبها تجيب ب جيم ب بكام عندك هنا؟ ب جيم ب 25. بس يبقى اول حاجه اجيبها ان ب ج ب 25. طب لو انا عايزه اجيب بقى الف ب، قال لك ايه وجه الطول؟ قال لك كده في السؤال، ايه وجه الطول الف ب والف جيم والف دال؟ طلبت منك كده الف ب الف جيم الف دال. تعالى عايزين نجيب الاول الف ب. ايه القانون بتاع الف ب؟ نكتب اول حاجه القانون. ايه القانون بتاعه؟ الف ب بتساوي ايه؟ تساوي ب دال في ب في ب جيم. طب بس لازم اقول الف ب اس كام؟ ألف ب أس اتنين كل تربيع. ايوه كده، يبقى ا ب كل تربيع بتساوي ب د في ب ج. يبقى تقول كام في كام؟ يبقى هقول ب دال 16 16 في 25. برافو عليك. 16 في 25، هاتها بالآلة. ثانية. 16 في 25 بربعمية. 400. طب هي هنا دي ألف ب أس 2، أنا عايزة أشيل الأس 2، يبقى أقول ألف ب بس، يبقى أقول جذر 400. تمام. يبقى جذر كل، يبقى الأسئلة اللي زي دي لازم أجيب الجذر بتاعها كلها، كل سؤال لازم أجيب الجذر بتاعها.
هيديني 20. هيديك كام؟ 20 20. 20. خلصت سهلة ولا صعبة؟ 20 سنتي. بعد كده نجيب بقى ألف جيم وألف دال. يلا هاتلي، يلا انت اللي هتجيب، يلا هات ألف جيم قص اتنين. ألف يلا جيم، ألف جيم بتساوي جيم دال 9 في 25. 9 في كام؟ 9 في 25 في 25 يلا هاتها بكام؟ 225. جذر 225 15. برافو عليك، سنتي. اكتب جنبنا سنتي. يلا مين اللي فاضل نجيبه؟ ألف دال. يلا ألف دال قص اتنين هاتها. ألف تساوي ايه؟ أنت بتكتب القانون يا فندم ولا بتكتبوش؟ إيش؟ بتكتب قانون؟ هي بتكتب ألف ب بيساوي ايه؟ لا أنا هكتب بقى ألف لا ب تساوي على طول كده. لا لا، أنت كاتب الأرقام بس. لا أنا عايزاك تكتب لي كده ألف ب أس اتنين بيساوي، لازم تكتب له كده ب د في ب ج، بعدها تحتها اكتب 16 في 25. أنا عايزة الخطوتين دول. بعد كده جذر زود لي بقى الخطوة دي، بعد كده بتاع أجيب الجذر. زود لي الخطوة دي اللي أنت مش كاتبها، اللي هو أ ب بيساوي إيه، ب أ ج بيساوي إيه، زودها لي عني. تساوي ب جيم في بدل تساوي 16 في 9 تساوي 16 9 كده انت بتجيب ألف دال صح كده؟ قلت ألف دال بجيب أس أصلا. ألف، جيب ألف ب أو 16 في 25 ماشي 400. وبعد كده جذر 400 انت كنت حللها أصلا؟ 20. طلع خلاص جذر انت عشان 400 الخطوة الثانية كنت كتبها فوقيها وخلاص على أي سطر. 20. طيب ألف جيم أس اتنين بيساوي ايه؟ ألف جيم أس اتنين يساوي جيم دال في جيم ب جيم دال، مش ده الجيم، جيم دال في ايه؟ جيم دال في جيم ب ماشي زي أكتأكد. الفل. ماشي 9 في 25 225. جذر 225 15. اكتب له يساوي 9 في لا 25. عايزة بقى أجيب ألف دال قص اتنين. لخبطنا الدنيا ليه هنا لخبطت الدنيا ليه؟ في 25. تأكد ظبطتها دلوقتي 9 ب 25 لا يساوي ألف دال 15 ماشي، هيساوي 225 جذرها 15. في 25. الكسر بتاعها في تساوي 15. دلوقتي نفس الكلام بقى في ألف دال قص اتنين، ألف دال قص اتنين بقى بتساوي ايه في ايه؟ لا مش هحط أقص اتنين بقى، هقول له يساوي لا لا، قص اتنين طالما انت عندك الأرقام اللي تحت. لو كنت هجيب هتجيب في الأرقام اللي فوق ما كنتش هحط. أما أنا هنا عايزة قطعة مستقيمة عمودية على الخط دال المستقيم ب بي دال، دال بي ب يساوي دال في 16 في 9 يبقى بمية 16. أربعة وأربعين. صح كده أتأكد الرقم اللي طلع. 16 في 9 144. 144 140.
ده 12 يساوي كام؟ 12 12. سهل ولا صعب؟ لا سهل. بص بقى، ساعات بيجيب لك عكس فيثاغورس مع اقليدس، فعشان كده تيمس يعني ادي السؤال اهو اللي انت حليته كله صح اهو. تمام، يعني دي كده احنا بيجيب خدنا اقليدس. ناخد سؤال تاني على يعني ده سؤال اهو جايب لي اقليدس وجبته الجيم دال، وده الالف والف ه وجيم ه، طالب مني حاجات كتير قوي. في اسئله هتتحل الاول بفيثاغورس او عكس فيثاغورس، تمام؟ ازاي؟ طالب مني اول حاجه جيم الف، فين جيم الف؟ اهي. طب انا هجيبها ازاي دي؟ دي كده مش اوكليدس، انا كده هجيب جيم الف من نظريه فيثاغورس. الو، استنى عشان السكرين راح مني، ثواني مش هنا. كده اكليدس عرفت من القوانين فيها مشكلة؟ لا لا ما فيش أي مشكلة، أي مشكلة ما طيب فيش. بص، هنا طالب منك ايه في المسألة دي؟ انا جايبه لك كذا حاجة. طالب منك اول حاجة جيم الف، اللي هو الف جيم. هتجيب الف جيم ازاي؟ عايز الف جيم كلها، هتجيبها ازاي؟ ازاي؟ ها اهو الف جيم اهي، صح كده؟ ده كده مثلث ايه ده؟ هنشيل ده مثلث ايه؟ قائم قائم. يبقى هنجيبها من فيثاغورس. طب نشوف فيثاغورس كان بيقول لنا ايه؟ نشوف ده وتر نجمة، ضلع نطرح، ده وتر ولا ضلع؟ ده وتر وتر. هنجمع ولا نطرح؟ اجمع هتجمع كام زائد كام؟ أو الأضلاعي، 27 ما أقولش سبعة بس، لازم أقول سبعة أس كام؟ 7 زائد 20. 24 7 نجيب الرقم وبعدين نجيب جذر. 24 أس 2 625 مية خمسة 600 وعشرين لا جذر بتاع 625 25 يبقى بتساوي 25، صح كده؟ خلاص، يبقى أنا كده جبت ألف جيم كلها ب 25، لازم أبقى عارفة إن ألف جيم كلها ب 25. طب كده أنا جبت أول واحد، طب تعالى نجيب تاني واحد. دال ألف، دال ألف هتجيبها منين؟ كأن ده المثلث ده الألف بقى مش موجود، بتغطيه وتشوف المثلث التاني. دال ألف مثلث قائم أهو برضه في دال. طب هنا دال ألف ضلع ولا وتر؟ ده هيكون المثلث بتاعه دال ألف جيم ولا دال ألف إيه؟ لا ناخد يعني ده الالف موجوده في ده، لا خد المثلث الكبير لان ده مش عندي ولا دي عندي. انا عندي ده، ده ب 20 وده كله ب 25، يبقى خد المثلث الكبير ولا الصغير؟ انت عندك ده وعندك ده كله 25 تمام زائد تمام سبعة، يبقى خد خمسة الكبير ولا وعشرين الصغير. طب الاول ابقى خمسة عارفه بس ده الالف ضلع ولا وتر؟ دال ألف زد سين في هنا لا ده ضلع يبقى ضلع. نجمع نطرح ولا نطرح؟ اطرح هتطرح كام ناقص كام؟ جذر 25 ناقص جذر 20 لا ما بجيبش هنا جذر، انا بجيب جذر في الاخر. انا بقول 25 اس 2 قص 2 معلش انا اسف والله ناقص كتبتها 20، اصل انت قلت جذر ناقص 20 اس 2، يبقى 25 اس 2 ناقص 20 اس 2. 25 قص 2 ناقص 20 لا مش كده 20 قص 2 225 ماشي، جذر رقم هجيب ايه؟ ايه؟ الرقم يطلع بجيب الجذر بايه؟ الجذر بتاعه بتعمل 225 16 خلاص، يبقى كده ده ب 15. خلاص كده انا جبت اول واحدة وجبت تاني واحدة.
مين اللي فاضل؟ عايز هو عايز مني ألف هي اللي هي المسقط دي. طب هي ألف هي دي، هو احنا كنا بنكتبها في ايه؟ يعني قانون، في قانون مين؟ في قانون مين؟ ألف هي ازاي يعني دلوقتي هو طالب مني، ثواني يعني طلب مني الحتة الصغيرة دي. خلاص أنا جبت ده ب 15 وده كله ب 25، كل ده. طب هو طالب مني ألف هي، مش ألف هي دي مسقط؟ كنت أنت بتكتبها في أي قانون؟ هو طالب مني ألف هي. مسقط؟ اه في القانون اللي احنا لسه واخدينه دلوقتي، بس كنا بتجيب مين فيه؟ يبقى هناخد المثلث ألف ألف دال جيم ماشي. عليه. انا عايزه بقى اجيب الف ه، انا عايزه احط الف ه في القانون. كان انهي قانون فيهم؟ هتجيب الف دال ولا دال جيم؟ ألف دال ولا دال جيم؟ لا، ما الاثنين موجودين عندي. ماشي. انا عايزه بقى اجيب الف ه. الف ه الحته الصغيره دي كانت موجوده مع انهي، مع ده ولا مع ده؟ هي مسقط مين؟ مضخة ألف دال. ألف دال. يبقى أنا هكتب قانون ألف دال عشان نبقى عارفين بس إحنا هنكتب أنهي قانون. يعني هنا لو كان طلب مني جيم هي، ما تقوليش أه يا مستر ما كله يميز ب 25، قولي ده مثلا ب 12 ونص وده ب 12 ونص. لا غلط الكلام ده، ما قالكش إن هي في المنتصف، عشان في ناس بيعملوا كده يقولوا أه أنا جبت ده كله ب 25 يبقى ده 12 ونص وده 12 ونص. لا هو ما قاليش إن هي هنا في المنتصف. أنا بعمل إيه؟ أنا جبت كل ده ب 25، لو طلب مني ايه جيم يبقى انا اخد القانون بتاع ده الجيم. طب لو طلب مني الف ايه يبقى اخد القانون بتاع الف مين؟ دال ألف دال هنقول بيساوي الف. ألف دال بيساوي يبقى اقول الف دال اس اتنين بتساوي ايه؟ دال أس اتنين بيساوي ألف دال بيساوي دال ه في لا مش ده اله بقى، ايه ده اله اهو معلش 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 ده. انا بيساوي عايزه المسقط في القاعده يبقى الف د ألف اس في بيساوي مين؟ ألف دال عايزه القانون يا احمد بتاع الف د، قول لي القانون بتاع الف د. الف د اس 2 بيساوي ايه؟ ألف دال أس اتنين بيساوي ألف دال من فوق لتحت ألف ه في ألف بس ألف ه في ألف جيم كلها. طب نعوض، هو مديني، هو ما عنديش هنا ألف ه، يبقى أنا هنزل ألف ه زي ما هي. مديني ألف دال، ألف دال بكام؟ أنت لسه جايبها بكام؟ ها ده ب 15 يبقى أنزل هنا 15 أس 2 بيساوي ألف ه في ألف جيم كلها بكام؟ ألف جيم كلها ب 25 بس جايبينها دلوقتي. يبقى ألف هي في 15. طب أجيبها إزاي دي بقى؟ بجيب الأول ال 15 أس 2. يعني إيه 15 أس 2؟ 15 أس 2 يعني 15 في 2 15 في 15 بس أجيب 15 في 15. فهمت 15 في 15 هات الأول. 225 الجذر بتاع 225 لا ما بجيبش هنا جذر. خمستاشر في خمستاشر ب 225، بعد كده اقسم ال 225 على الرقم اللي هنا ده اللي جنب الألف ده. خلاص كده اتفقنا؟ تاني مش هتشرح معلش ما فهمتش يبقى 225 هتقسمها على كام؟ على 25 بس كده جبنا ألف ه. طب لو نفس السؤال يا احمد طلبت منك، عايزه جيم ه اهو، هو طلب هنا جيم ه، جيم في ه بتساوي ألف في تساوي 9 9